نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي معانا. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع امبارح لمتابعة جهود تفعيل التعاون بين مصر وجنوب السودان، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم التعاون مع جنوب السودان عبر تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، بجانب الحرص على دعم جهود الشركات المصرية للبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة بين الجانبين. امبارح أيضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع من أجل متابعة موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة. خلال الاجتماع ده تم استعراض أعمال الوحدة المركزية اللي تم إنشائها بغرض وضع السياسات وضوابط للتعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية واللي بتتعلق بالأراضي اللي تم إضافتها لعدد من المدن الجديدة. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة جهود تفعيل التعاون بين مصر وجنوب السودان، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم التعاون مع جنوب السودان عبر تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، بجانب الحرص على دعم جهود الشركات المصرية للبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة بين الجانبين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة، وخلال الاجتماع استعرض وزير الإسكان تقرير حول أهم أعمال الوحدة المركزية اللي تم إنشائها بغرض وضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية اللي بتتعلق بعدد من الأراضي اللي تم إضافتها لعدد من المدن الجديدة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع مسؤولي شركة المنصور للسيارات لاستعراض خطط التوسع المستقبلية للشركة في السوق المصرية وفرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة في مصر. وأعرب مدبولي عن تقديره لنشاط الشركة في مصر وقدرتها على الانتشار الواسع في السوق المصرية على مدار الفترة الماضية، موضحاً أنه يأمل أن تكون الشركة مشاركاً أساسياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات اللي بتتبناها الدولة المصرية وبتستهدف تعميق صناعة السيارات محلياً. امبارح أكدت الحكومة أنه لصحة لاختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي بالمنيل، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن السرير المذكور متواجد بالفعل بالمتحف وهو يخص السيدة أمينة هانم إلهامي والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق منشئ المتحف، وبيعد من أهم التحف الفنية التي لا تقدر بثمن نظراً لكونه من الفضة الخالصة وتميزه بجمال الزخارف والنقوش. كما أشارت إلى أن السرير بيتم إجراء أعمال الترميم اللازمة له تمهيداً لعرضه بالقاعة المخصصة لعرض مقتنيات السيدة أمينة هانم إلهامي ضمن سيناريو العرض للمتحف الخاص بمتحف قصر محمد علي بالمنيل، واللي بيتم تجهيزه حالياً تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لتحرير سيناء، شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة، واللي تم انضمامها على التشكيلات التعبوية وإدارة المدفعية بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.